مرحبا بكم. هل تتذكرون قصة المحاضرة الماضية؟ نعم، الطفلة كانت تشعر بالإثارة لرؤية الأشجار الملونة. كانت حزينة في البداية لأنها ضلت طريقها، ولكن شعورها بالسعادة أثناء البحث عن طريقها جعلني سعيدة أيضا. هيا ننطلق معا في رحلة القصة هذه لنعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. عندما ذهب الطفلان وهما في قمة النشاط لآخر الأشجار، ظهرت نافورة ضخمة. قالت الطفلة وهي تنظر لأعمدة المياه: إذا ركبت فوق هذه الأعمدة سيبدو أننا نستطيع الصعود إلى السماء. وقال الطفل عندما سمع ذلك: صحيح، لأن أعمدة المياه عالية جدا، يبدو أنها تلامس السماء. ارتفاع أعمدة النافورة من أسفل لأعلى يبدو وكأنه شيء حي يتحرك. نعم، ماذا ظهر عندما انطلق الطفلان حتى آخر الأشجار؟ نعم، ظهرت نافورة، وهذه النافورة أعمدتها ترتفع حتى السماء. ما رأيكم أن نرسم نافورة جميلة معا؟ سنرسم نافورة مربعة الشكل، لذلك في الأسفل نرسم أولا شكلا مربعا، ثم نحاول رسم تصاعد أعمدة المياه فوقه. من الوسط نرسم العمود وهو يتصاعد ناحية السماء، ثم يتساقط بشكل دائري للجانب. وهكذا باستمرار بشكل دائري أصغر وأصغر وللأسفل قليلا. ونرسم أعمدة المياه هذه الناحية أيضا دائرية لأعلى، ثم تنزل لأسفل. نعم، هيا نرسمها كلها بشكل دائري هكذا، ولا يجب اللون السماوي، فيمكن استخدام اللون الأزرق. هكذا تستمر أعمدة المياه في التصاعد. ممتاز، صحيح أن الماء ليس له لون، ولكن يمكننا التعبير عنه بالألوان بشكل رائع هكذا. والآن نبدأ لنلون هذا، ثم بجانبها نرسم أعمدة المياه الصغيرة واللطيفة. صغيرة ولكن بنفس شكل أعمدة المياه الكبيرة. هنا أيضا نرسمها دائرية هكذا باللون الأزرق. وهيا بنا نضيف للأعمدة لونا أبيض بألوان الشمع. صحيح، عندما نلون هكذا باللون الأبيض لا نراه جيدا، ولكن إضافته تعطي إحساس المياه أكثر. والآن اكتملت أعمدة النافورة، والآن هيا نرسم تصميما للنافورة.
ما رأيكم بنمط مثل موجات مائية على النافورة؟ هيا نستخدم اللون الأحمر، ثم نضيف بعض الموجات باللون الأصفر. نعم، ثم نحاول التلوين داخل هذا التصميم باستخدام أقلام الألوان وبعدها الأخضر المصفر في الأسفل. أعتقد أنها الآن أجمل مقارنة بعدم وجود أي تصميم. وأعمدة المياه تبدو أجمل، وهكذا لونت باللون الأخضر المصفر. والآن سألون هنا باللون الأحمر. وأنتم أيضاً اختاروا ألواناً جميلة للتصميم ولونوا بها، ستصبح نافورة رائعة. وأخيراً سنلون باللون الأخضر. لقد وضعت التصميم على شكل علامات مائية. لأن هذا التصميم يبدو مناسباً لنافورة المياه، ولكن ليس من الواجب عليكم اتباع هذا التصميم. وهكذا لونت باللون الأخضر. والآن هيا نرسم الخلفية بألوان باستيل. لقد شرحت لكم عنها في المرة الماضية، صحيح؟ واليوم هيا نستخدم اللون البرتقالي لنلون الجوانب به. وفي الأسفل نريد أن يكون البرتقالي غامقاً أكثر، وفي الأعلى باللون الأصفر الفاتح. بعد التلوين بالألوان، هيا ندلكها باليد. هكذا اللون الأصفر في الأعلى يصبح ناعماً أكثر من قبل. هل تلاحظون تغيير الألوان بشكل طبيعي عندما يختلط مع اللون البرتقالي الموجود أسفل منه؟ تكون رائعة أكثر عند استخدام لونين بدلاً من لون واحد. ونستمر في التدليك في الجانب أيضاً، لذلك يتحول في الأعلى للون الأصفر مرة أخرى.
أصبحت ناعمة جدا، صحيح؟ هنا بجانب النافورة أيضا، هيا نستخدم مسحوق الباستيل. وبالتلوين من ناحية النافورة يتغير لون النافورة بشكل رائع. هل تتذكرون التلوين باللون الأبيض قبل قليل؟ كان لا يوجد أي تغير، ولكن عند تدليكه بلون باستيل، هل تلاحظون تلون الشمع الأبيض بشكل جميل؟ هكذا يتغير اللون بشكل جميل عندما ندلك بألوان باستيل فوق الشمع الأبيض. ويمكننا التلوين أيضاً في ناحية أعمدة مياه النافورة، أو يمكننا تركها هكذا فهي اكتملت بالفعل. ما رأيكم عن محاضرة اليوم؟ هل يمكنكم مسك المياه بأيديكم؟ صحيح، لا طبعاً، ولكن بالرسم يمكن رسم كل شيء، حتى الأشياء التي لا يمكن مسكها. حاولوا رسم كل ما تريدون التعبير عنه. والآن أتطلع لرؤيتكم المرة القادمة، وإلى اللقاء.